السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة اسمها وثائق معينة بنحتاجها أثناء المشروع، على أساس إن بقى في فكرة معينة أو فاهمين الحدود بتاعتنا اللي إحنا هنشتغل فيها. فقبل ما في تندر أصلا وقبل ما المشروع بيتطرح بنعرف الملك عايز إيه. فبيبقى في حاجة اسمها EIR Employer Information Requirement، فبنقعد مع المالك ونعرف إيه هو اللي هو عايزه، أو هو بيعمل ورقة يقول دي المتطلبات لو حد عايز يقدم إن هو يعمل الشغل يعمل الحاجات دي. طيب في حاجة قبل الـ EIR؟ اه، في حاجات لازم تكون معمولة، زي مثلا القوانين بتاعة البلد بتحكم المتطلبات اللي موجودة، او في متطلبات خاصة بالمنظمة نفسها، او الناس اللي خاصة بالفاسيلتي مانجمنت بتبقى ليهم متطلبات معينة. كل الحاجات دي بتبقى قيد او بتبقى موجودة جوه الـ EIR. يعني هو ما ينفعش يطلب حاجة يقول لك مثلا المساحة كلها عايزة تبقى فيلا، وفي اشتراطات اصلا ان يبقى في جزء معين حديقة لو انت عامل فيلا في المدينة الفلانية. فلازم كل المتطلبات دي تكون في الاي اي ار. طيب بعد ما عملنا الاي اي ار وقبل ما نمضي العقد وكده بنعمل بيم اكسكيوشن بلان، بنقول لهم والله انا اقدر اعمل لكم الشغل ده بالمواصفات الفلانيه وده الخطه بتاعتي. لا اما يوافق لا اما يرفض. ممكن يكون في كذا واحد مقدم بيم اكسكيوشن بلان، هو بيبدا يشوف انهي واحده الانسب ليه. طيب عشان نعمل بيم اكسكيوشن بلان في حاجات بتتعمل قبل كده، اللي هي كونتراكت بروبوزال، في افتراضي، في دليفري استراتيجي، الجولز، الحاجات اللي هتتسلم، بنبدا نحط الافكار. الاي اي ار بيبقى جزء من البيم اكسكيوشن بلان. الريسورس، الامكانيات بتاعتنا والاسسمنت وكل الحاجات دي لازم تكون محطوطه في البيم اكسكيوشن بلان. طيب برضو قبل البوست كونتراكت اوورد بنطور في البيم اكسكيوشن بلان وبنعمل ام اي دي بي، بنحدد التسليمات والحاجات زي دي. العقد برضو لازم يشمل البروتوكول ويشمل لو في اي ملحقات، والموديل برودكشن ديليفري تيبل، والتسليمات هتبقى عامله ازاي. كل وثائق دي بتبقى ليها تمبليت وبقى ليها خطوات معينه بنمشي عليها عشان ما يحصلش مشاكل وما يحصلش يبقى في نوع من عدم وضوح الفكره او ان الفكره مختلفه بين اطراف المشروع.